شخو انا بابا ربي يرحمه ما لقيتوش يا خو. بكل عفويه كون سقسيك ونقول لك شكون هو اللي وقف معك في الدنيا. وانا نجاوبك بكل عفويه خويا العزيز، كاين زوج عباد عندي ميمتي ربي يحفظها لي ونتحيلها كما يقولوا من هذا المنبر، ميمتي نحبك ونموت عليك. عندي ميمتي وعندي خالي ربي يحفظه لي، ابار صا خويا العزيز ما لقيتش يا خو، ابار درعتي ما لقيت حتى انسان يا خو في الدنيا هذه يا كامل كما يقولوا اللي فرشنا لهم الحريه خرجوا نكارين الخير خويا العزيز تو سامبلوم، وهذه هي وبارك الله فيكم. يعني بعد الله عز وجل والاب والام ما كان حتى واحد لقيته في الدنيا خو؟ انا بابا ربي يرحمه ما لقيتوش يا خو، عندي الوالده وعندي خالي كما يقولوا، اش راح نقول لكم خوتي؟ اذا راك داير كما يقولوا في بالك باللي ابار والديك كاش انسان يوقف معك، ولا غير نقول لك باللي راك غلط يا راك غلط تانيك بزاف، راك غلط بزاف صوالح كاع خلوها ناس زمان. يقول لك ابار يما وبابا الناس كامل كذابه، وسي فري يا ولا غير فريمو، ابار ميمتك وباباك ما كاش انسان كما يقولوا راح يعطيك لا فيريتي ويفيتي كما يقولوا عليك شكيل ويفيتي العباد طرف تعرف خويا. هذا واش نقدر نقول لكم خوتي، ويفيتي وشكيل خو، ماذا بكم والسلام عليكم خوتي. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.